ايه قصة البنت اللي كان الجن عايز يتجوزها؟ في الكتاب لقاء مع ميت انا حبيت ان انا اجيب مجموعة قصص يكون انا طبعا قراء كتير انت بيتكلموا. في علاقة بينك وبين الجن؟ ما فيش علاقة بيني وبين الجن، انا حتى الناس اللي بتقرب مني بتقول لك انت في بينك وبينهم يعني زي سد خفيف كده، فممكن اكون انا بكون بقرب من اماكنهم لان انا ما فيش جوايا غرض ايذاء ولا هم جواهم يقدروا يؤذوني مثلا لحاجه فيها هبه من ربنا، فاحنا ممكن بنتقابل لكن ما بنتقاطعش طرقنا مع بعض بمشكله او بإذى او بشيء يعني. انا لما جيت اكتب الكتاب بتاعي اللي هو بتاع لقاء مع ميت كانوا القراء كتير بعتوا لي مشاكلهم، لفت نظري او مشكله غريبه جدا ان في بنت منهم بعد مرحله البلوغ بدات تحس بوجود دائم، شخص موجود عندها في الأوضة، الشخص ده يعني مش شخص، حاجة في الأوضة، الستارة دايما بتتحرك، أحيانا الكرسي يتحرك، في صوت غريب ورا الجدران، السرير بيتهز، فخلاص هي ترجمة الموضوع ده في جن في البيت. كلمت أهلها، ما اقتنعوش في الأول إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده، إيه الحاجات اللي أنت بتقوليها دي، فما دعموهاش. فخدت هي الموضوع ده لوحدها في البداية، ما بقاوش معاها في الموضوع ده إلا بعد ما بدأت تتعب جسمانيا، بعد ما بدأت تتعب جسمانيا بدأوا يشوفوا الشيوخ والكلام ده كله. ففعلا واحد منهم قال لهم، هم مش شيوخ يعني، أنا بعتبر إنهم دجالين كلهم، قال لهم بالفعل وأنا هساعدكم وكده، وما قدرش إن هو يعمل حاجة. بعديها مباشرة بعد الدجال ده ما مشي بدأت تجي لها حاجات نوم طويلة، بقت تنام لفترات طويلة. أول ما نامت بدأت يتكشف لها السر، إيه اللي بيحصل؟ جالها شاب جميل طويل وسيم، حاجة كأنه فارس أحلامها بالظبط، جالها في الحلم بيقول لها أنا عايز أتجوزك. قالت له أنت مين؟ قال لها أنا مش من العالم بتاعكم، أنا جني بس بحبك وهاخدك عندنا. قالت له يعني إيه هتاخدني عندكم؟ أنا ما ينفعش إن أنا أعمل حاجة زي كده، ده ضد ديني وضد مبادئي وأنا ما أقدرش. قال لها بس انت في النهايه هتوفي. وبدأ بعد كده تبقى نايمه تحس بيه جنبها، تحس بالغطا بتشد، تحس بتحركات غريبه، بدأ تواجده يزيد، حضوره متواجد دايما، بدأ كل ده مع انها بدأت تضعف جسمانيا جامد جدا. فطبعا اهلها بدأوا يدوروا في الموضوع، مفيش، الدجالين داخلين طالعين، مفيش، محدش عارف يحل حاجه. جه في يوم نامت النوم العميقه اللي بتنامها دي، وفوجئت بيه جاي ومعاه اتنين، واحدة ست شابة وواحدة ست كبيرة في السن. فبتقول له مين دول؟ قال لها دي مراتي الأولانية ودي أمي. قالت له طب أنت جايبهم يعملوا إيه؟ أنت هتجبروني؟ قال لها لا أنا جايبهم يقنعوكي. مراتي موافقة وما عندهاش مشكلة، وأمي ست كويسة وهتقف معانا وهتساعدني وهتخلي أحقق لك كل أحلامك. قالت له أنا مستحيل، مستحيل ان انا، طبعا كل ده في الحلم، مستحيل ان انا اوافق على حاجه زي دي مهما حصل، ان شاء الله حتى اموت فيها. قال لها انت ممكن تموت، انت ممكن تتاذي، انت لازم تطيعيني. وهم هيساعدوني عليك. جت بعد فتره رجعت تصلي، رجعت انها تحاول تقرب من ربنا تاني، هي وحيدة مش قادرة تعمل حاجة، مش قادرة تفارق الأوضة بتاعتها، مش عارفة تروح الجامعة بتاعتها، خلاص كل شيء حياتها بتتدمر. وهي كل ده التواصل بيتم في الحلم، لكن الأذى الجسدي موجود معاها في الحقيقة. هي بقت وحيدة، ولما بقت وحيدة ما لقتش غير ربنا قدامها، فقعدت على سجادة الصلاة، فضلت تصلي لمدة يومين بدون نوم بعد ما حست إنها هتضيع، لدرجة إنها في النهاية وقعت من طولها على السجادة وأغمى عليها. فلما فاقت وهي نايمة جولها التلاتة قالوا احنا ماشيين، انت كسرتي قلبه لكن احنا ماشيين ومش هنأذيكي لأنك انت استعنتي باللي ما نقدرش عليه. وهنا انتهت القصة، والبنت بدأت تسترد حياتها وبدأت صحتها ترجع لها، ومن اليوم ده اللي قدرت فيه حصلت لها السكينة وقدرت انها تتواصل مع ربنا وانها تهزم
الجن العاشق او الجن اللي هو كان شايفها وعايز يتجوزها ده فعليا حياتها بقت كويسه بعديها، لانها لما قربت من ربنا اكتر فعليا قدرت انها تهزم الشر بتاعها.